فيما يتعلق بالمستشفيات، وضع المستشفيات هل لا زالت محاصرة؟ لديكم معلومات فيما يتعلق بما يجري داخل المستشفيات؟ نعم، فعليا هي مناطق الشمال أو مستشفيات الشمال التي تعرضت إلى عمليات حصار، وفعليا ما زالت حتى هذه اللحظة المناطق الشمالية خرجت بالكامل عن الخدمة الطبية وتقديمها بشكل كامل، وبالتالي هناك خطورة على حياة كل المصابين وأيضا المرضى المتواجدين في المناطق الشمالية والمناطق الشرقية. بطبيعة الحال أيضا المستشفيات المتواجدة في منطقة محافظة غزة تشهد صعوبة بالغة في عملية تقديم الخدمات الطبية نتيجة لعدم وصول مستلزمات طبية، مع العلم أن فقط مستشفى المعمداني ومستشفى الشفاء اللذان يقدمان هذه الخدمة الطبية بالحد الأدنى. بطبيعة الحال لا توجد كل الأقسام أو لا تعمل كل الأقسام في هذه المناطق. المحافظة الوسطى مشفى واحد وهو مشفى شهداء الأقصى الذي يعمل في هذه المنطقة ويخدم 4 مخيمات وعدد من المحافظات، وبالتالي هناك ضغط كبير في الأعداد على هذا المشفى بشكل واضح، والذي أطلق نداءاته في وقت سابق تتعلق بإمداده بالوقود وأيضا المستلزمات الطبية من أجل عملية تشغيل أقسام أكبر واستيعاب الأعداد التي تصل بشكل متتالي إلى هذه المستشفى. المناطق الجنوبية أيضا تعاني بشكل واضح، أعداد المصابين في ازدياد واضح، أيضا الأمراض التي تفشت ما بين النازحين تشكل عبء كبير على المنظومة الطبية التي تعمل في المناطق الجنوبية، مع العلم أنها أيضا تتعرض إلى استهدافات من حين لآخر. كل المستشفيات الفلسطينية تعرضت إلى استهدافات سابقة بشكل غير مباشر في محيط هذه المستشفيات أو بواباتها، استهدفت الطواقم الطبية طواقم الإسعاف، وبذلك كان هناك تركيز واضح على هذه المنظومة التي تهالكت على مدار أكثر من 66 يوما من هذه الحرب الإسرائيلية. المعاناة في عملية الحصول على المستلزمات الطبية أو الوقود أيضا شكل عائقا كبيرا في عملية الاستمرارية في تقديم هذه الخدمات الطبية. أكثر من 7000 مصاب بإصابات حرجة جدا موجود في قطاع غزة الآن، هناك مطالبات لإخراجهم في مستشفيات خارج القطاع لتلقي الخدمة الطبية اللائقة، ولكن حتى هذه اللحظة الأعداد التي تخرج هي 10 أو 20 فقط، وبالتالي هي غير مجدية فعليا بالمقارنة بحجم الإصابات وحجم الضغط على المنظومة الطبية وعلى الإصابات المتواجدة داخل قطاع غزة. من دير البلح وسط قطاع غزة مراسلة الحدث، أو عفوا الصحفية خولة الخالدي.